والرسول يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله أي لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله. نعم. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا جهة، الذي يغير ولا يتغير، الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، مهما تصورت ببالك الله تعالى لا يشبه ذلك.